كندير واحد الجوله ليليه في حومه يعني جنب الشارع الغربيه. كنبداو من الحومه ديال الكواش، يعني الحومه ديال الروافه، يعني جميع اهل الحي ديال الكواش كامل باش نرصدوا بعض المعاناه ديال الساكنه مع الامطار الخير اللي نزلت. ونبدا يعني بسم الله نبداو معكم هذه الجوله هذه. الآن كندخلوا منطقة ديال جنة كاستيان هي الكواش. عندنا كما بدينا بواحد الجلسة ديال الماء. الحي هذا الآن داخل حي الكواش بالضبط. هاد الحومة هادي الآن اللي باقى حي صفيحي 100%. أنا ما كتشوفو الآن، كندوزو في البحيرة ديال الماء، قلة الإضاءة. الله أو أو، يعني البنية التحتية مكيناش فيه، باقى الآن كل حي أحياء صفيحية. هذا الحي هذا هو معرض للفيضانات، انا كل سنه كطيح حتى كتقول، يعني كل صيفي كل شهر ملي كطيح حتى كتعرض للفيضانات. هذا الحي هذا خصوصا هذه البلاصه هذه بالضبط اللي كنمروا منا. حنا الان دابا جينا في الساعه ديال الليل ديال الامطار ديال الخير، يعني كيبان والو عندنا. هاد الزنقة هادي شوية صغيرة، هاد الحومة هادي شوية صغيرة، خليو بحال هاد الجهة هادي. السلام، الان باقي في حومه ديال يعني جنة كاستيان منطقه ديال الكواش. هذا الحي هذا انا قلنا لكم انه هو واحد الحي صفيحي ومتعرض للحوادث ديال الفيضانات. هذا الحي هذا تقريبا اكثر من 60 سنه هو هنا، يعني قديم هذا الحي ديال جنب باشه الغربيه. او لا، الان حنا كنخرجوا من منطقه باش ندخلوا واحد المنطقه ديال جنة كاستيان. حنا اعتمدنا اننا هاد الليله غادي نديروا هاد الجوله في هاد الحي الصفيحي باش نرصدوا الوضعيه ديال الحي هذا اللي وضعيه كارثيه. اللي باقي الان هذه يعني كما كنشوفوا حي كامل هذا حي. اسمعي الان خرجنا من منطقة ديال جنان باشا باش ندخلوا المنطقة ديال جنان كاستيان. هاد الحي هذا كما قلنا لكم حي 100% باقي صفيحي، وعاد متعرض الحي ديال المنطقة ديال الروافة والمنطقة ديال الكواج الداخلية تعرض للفيضانات. يعني هنا كاين انعدام ديال الإنارة، انعدام مواد الحار، انعدام بزاف مسائل كاين هنايا. وهاد الحي هذا اللي باقي ما تقامش الاعاده الهيكلي ديالو، عياو الشكايات هاد الساكنه هادو كاملين كيطلبوا بالمطرحين ديالهم او لا يعطيهم بلاصه مباقه. الان هيدا الله 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 الله
هذه الحياة هذا كما قلنا باقي الآن كيعاني. أو يعني لا طريق لا ضوء حتى شي حاجة مع هذا الماء. هذا الماء كاين بزاف هنايا في الأرض يعني لا قدر الله الإنارة منعدمة يعني في الشارع الأزقة العمومية ديالو الضوء ما كايناش كاينة الكلاتي بزاف ديال الماء. دابا الحمد لله شوية الشتا وقفت هاد اللحظة اللي باش خرجنا درنا هاد اللايف. حنا دابا في حومة الروافة بالضبط يعني هاد الحال هذا اللي باقي كيعاني. جاو أحياء موراه تكونوا أحياء صفيحية في العرائش وعطاوهم وتم الترحيل ديالهم وهاد الحياة هذا اللي باقي كيعاني في الصمت رغم أن الساكنة كاملين يعني كيطالبوا باش الترحيل ديالهم ولكن باقي البلدية ديال العرائش ما استجبتش. ومما يزيد الطين بالله هو أنا ملي كطيح الشتا تبارك الله الخير ديال الله ملي كتنزل حنا الآن في واحد المنطقة تاهي العمانية كتعرف الماء ملي كتنزل الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى المنطقة الداخلية ديال جنة كاستيير مع الكواش يعني بحال النوع ديال البراك تما كيوقع فيهم فيضانات. خرجنا الآن الساحة ديال جنة كاستيير الساحة هادي اللي كتعرف واحد المزبلة كبيرة هنايا الحي هذا اللي حي قديم جنة كاستيير معروفة يعني جنب باشا الغربية كتسمى لكن ما كتشوفوا الفيضان ديال المجموعة. هاد الجولة اللي خصهمناكم اليوم الليلية اعتمدنا اننا ندخلوا هاد المناطق اللي متهدة بالفيضانات متهدة بالشتا باش كيدخلوا لها الناس الساكنة اللي كتكون في هاد المناطق ديالها. هاد المناطق هادو خصوصا جنب باشا الغربية انا متهدى بزاف انا مساكين انا نزيد الديور الصفيح او الدارجة العريشية كما كنقولوا البرارك ها الماء يعني مساكين ملي كطيح الشتا القطرة الاولانية كتلقى عندهم مصدر زائد اذا كانوا في واحد المنطقة غاطسة. يعني كانت شي بلاصة غاطسة ولا شي حاجة كتوقع بالفيضان كتدخل لهاد المنازل وكيف تقول الحوايج ديال الساكنة بدات الان امطار الخير عاود كتنزل نتمنى هو تكون خفيفه. حنا الان دابا المنطقه ديال جنان كاستيان بالضبط قريبه لكشك عصام الناس دابا حسب اللي كنشوفو البراري كاملين كلشي داير الميكا في السطح. من الآن خارجين في منطقة ديال جنة كاستيير باش خرجو الجهة ديال كوشي العصام جميع الأزقة ممتلئة بالماء البدارك اللي كنشوفوهم كاملين كلشي مغطي بالميكا كما كنشوفو في الصورة كلشي داير الميكا فوق الزنك لأن خيرات الله سبحانه وتعالى بزاف. حنا الآن خرجنا لواحد المشهد اللي رائع اللي هو هذا. هاد الصورة هادي اللي كتعبر على مدى قساوة المشهد يعني الحي جنان كاستيان 60 سنة من الصفيح. ها انت يعني الهضرة اللي قلناها كاملة ما كنكذبوش كما قلنا لكم ان هذا الحي هذا كي تقريبا 60 سنه هو كيعاني من الصفيح ولا زال يعاني في صمت. الله هذه واحد الجزئيه داروها ابناء الحي ديال جنان كاستيان اللي كتعبر
ماذا معناها ديال هاد الناس اللي راك في هاد المنطقه هذه ديال جنوب الشرق الغربيه اللي كتبدا من الكواش الحومه الروافه جنان قلاويه وخروج بحالك حتى الروافه من تما اجي بحالك لجناكاستيا. هايا صوره معبره جناكاستيا 60 سلامه من الصفيح.